أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب قال كان المفضل عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له المفضل جعلت فداك يفرض يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء قال لا الله أكرم وأرحم وأرفع وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. هذا بحث كما أشرنا إليه في الماضي كان قائما منذ بزوغ الإسلام. وذلك لان القران الكريم يدل على ان التفضيل انما هو بالعلم والتقوى يقول سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ويقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى افمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى وكان سبب تفضيل آدم على الملائكة أو من أسباب تفضيله هو العلم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخر الآيات الشريفات ومن اسباب تفضيل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام على غيرهم هو علمهم. الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يبين هذه الحقيقه عن طريق هذا البرهان، وحاصله ان الله سبحانه وتعالى حينما يريد تفضيل احد على احد لا يفضله عبثا لان الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم يضع الاشياء في مواضعها فاذا اراد تفضيل انسان على غيره يهيئ وسائل التفضيل يعني مثلا انت عندك ابن مثلا صغير تريد أن تفضل ابنك على سائر أقرانه، ماذا تفعل؟ تجعله في مدرسة مناسبة، وتجعل له مدرسين مناسبين، وتتابع مراحل دراسته وتدريسه، وتهيئ له جميع الوسائل، بعد سنوات هذا الابن يتخرج من الجامعه حاملا شهاده وهو يفوق على اقرانه انت حينما اردت ان تفضله حكمتك اقتضت ان تهيئ الوسائل وانت قادر على تهيئه الوسائل مثلا مدرسه خاصه تكلف كثيرا انت لك مال يحتاج إلى أخذ مثلا معلمين خاصين وأنت تتمكن من ذلك، يحتاج إلى ارساله إلى جامعة مرموقة واقعا أنت قادر على ذلك، زين عندما أنت تقدر على ذلك تهيئ المقدمات فيفوق على أقرانه، وحينئذ إذا أنت أوكلت له مهمة تناسب علمه وتناسب شهادته شهادته فحينئذ لا احد يعترض عليك بانك حبيته في هذا المنصب تقول انه يستحق هذا المنصب لماذا لانه له الاهليه وانتم لس ليست لكم الاهليه كيف حصل على هذه الاهليه بجهودك بعملك انت الوالد زين هذا مثال بسيط جدا لتوضيح الفكره الله سبحانه وتعالى يريد أن يفضّل الأنبياء، يفضّل الأئمة على غيره. هل يفضّلهم بدون سبب التفضيل؟ هذا خلاف الحكمة. يفضّلهم بأي شيء بالعلم، يفضّلهم بالتقوى. أما بالتقوى فيعصمهم الله سبحانه وتعالى. اما بالعلم فيمنحهم ذلك العلم عن طريق الوحي او الالهام او التعلم من ذي علم. زين الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك فماذا يفعل؟ اولا يصطفي الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يصطفي هذا اولا ثم بعد ذلك يعلمه وعلمك ما لم تكن تعلم، زين اذا الله سبحانه وتعالى لا يعلمه ومع ذلك يختاره ويأمر الاخرين باطاعته هذا اما لاجل العاجز سبحانه وتعالى عن ذلك يعني واحد لا يتمكن في مثال مثل اب يريد ان يكون ابنه ابنه متفوقا لكن ما عند الامكانيه لان يضع ابنه في المدرسه الخاصه مثلا هذا عاجز غير قادر مثلا الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. زين. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رؤوف بعباده. خلق الناس للرحمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني للرحمة خلقهم. الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم. رحمة الله سبقت غضبه، إذا أي مكان اكو مجال للرحمة، يعني الرحمة لا تكون خلاف الحكمة، فالله يرحم. نعم، إذا الرحمة صارت خلاف الحكمة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى حكيم يتعامل بحكمة. زين، طبعا الرأفة هي شدة الرحمة. أو الرحمة التي منشأها الحب، أنت افرض واحد قتل أباك، أنت ترحمه فتعفو عنه، هذه رحمة لكنها ليست رأفة، أنت تبغضه، ليست رحمتك له منشأها حبك له فلذلك لا يقال لهذه الرحمه رأفه. على كل حال الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده او ليس رحيما بعباده. طبعا الله رحيم بعباده. رؤوف بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى. زين من رحمته ورأفته ان يختار الانبياء والائمه ولا نقص فيهم لا في خلقهم لا في خلقهم لا في سائر الكمالات بل الله سبحانه وتعالى يمنحهم الكمالات المناسبه طبعا اكو تفاضل بين الانبياء لكن لا نقص في نبي من الانبياء وانما هناك نبي افضل من نبي وفضلنا بعض النبيين على بعض فاذا الله سبحانه وتعالى قادر عالم رؤوف ورحيم ويتمكن ومن الحكمه ذلك ان يختار انبياء وائمه مستجمعين للكمالات ومن اهم تلك الكمالات العلم الله قادر على ان يمنحه العلم سواء علم الشريعه او علم القضايا علم ما كان ما يكون ما هو كائن وحتى جميع العلوم التي الان البشر يكتشفونها يخترعونها يتطورون فيها العلوم الحديثه الان التي تدرس في الجامعات وغيرها الله من الازل عالم بها وعالم بغيرها زين الله سبحانه وتعالى قادر ان يمنح كل هذه العلوم التي البشر يتوصل اليها ان يمنحها للانبياء او لنبي من الانبياء أو يمنحها للأوصياء أو لوصي من الأوصياء الله قادر أو ليس بقادر الله سبحانه وتعالى قادر والحكمة تقتضي أن يمنحه ذلك العلم لأن هذا لا يكلف شيئا لا يمنع عن شيء أهم وإنما مجرد وحي وإرادة من الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهل صنع الله سبحانه وتعالى ذلك؟ نعم صنعه كما دلت عليه الاحاديث الشريفه. لماذا؟ شنو الفائده؟ اولا ليس بالضروره ان نعلم نحن الفائده، وثانيا العلم افضل من الجهل، الانسان يكون عالما حتى اذا هذا العلم لا ينتفع به، بس ما يزاحم العلوم الاخرى ولا يزاحم الاعمال الاخرى. هذا خير من الجهل. وثالثا لعل من الفوائد أن لا يأتي إنسان يقول أنا أفضل من رسول الله أو من الأئمة عليهم الصلاة والسلام في هذه الجهة، أنا أعلم بهذا العلم وهم لم يكونوا يعلمون به، والعالم بشيء في ذلك الشيء أفضل من الجاهل، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إنسان أفضل من الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام في أي جانب من الجوانب. أنت واحد مثلا تشوفه عالم في الفيزياء، عالم في الكيمياء، عالم في العلوم الطبيعية، عالم في الفلك، زين؟ عنده هذا العلم. إذا هذا العلم لم يكن لرسول الله، وطبعا هذا الإنسان في هذه الجهة يكون أفضل، لأن العالم في جهة علمه أفضل من الجاهل. الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك لرسوله وأوليائه. على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قادر على ذلك ولا محذور فيه، يعني المقتضي موجود والمانع مفقود. فعدم التعليم خلاف الحكمه والله سبحانه وتعالى حكيم، لذا في هذا الحديث الامام الصادق يشير الى هذه الحقيقه، وفي الواقع الذين يقصرون في حق الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام ولا يعتقدون بمنازلهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم. منشأ تقصيرهم هو خلل في توحيدهم. الانسان اذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف ان الله قادر، ان الله حكيم، ان الله رحيم، ان الله رؤوف سبحانه وتعالى إذا اعتقاده بالله كان اعتقادا صحيحا، هذا الانسان عقيدته بالرسول ايضا تكون صحيحة. عقيدته بالأئمة ايضا تكون صحيحة، والذين عقيدتهم في الرسول وفي الأئمة فيها خلل سببها ان توحيدهم فيه خلل. يعني بس ما يشوف فضيلة للرسول او للأئمة يقول هذا غلو. معنى ذلك انه لم يعرف الغلو لم يعرف التوحيد شنو حتى يعرف معنى الغلو الغلو هو ان تؤله انسانا او تعطي لانسان صفه خاصه بالله سبحانه وتعالى او تثبت فضيله لانسان من غير ان تكون تلك الفضيله له هذه درجات مختلفه من الغلو بعضها يؤدي إلى الكفر، وبعضها يؤدي إلى خلل في الاعتقاد. زين إذا ما يعرف التوحيد شنو هو؟ ما يعرف الغلو شنو هو؟ وإذا لم يعرف الغلو شنو هو؟ فضائل الرسول يعتبرها غلو. فضائل أمير المؤمنين يعتبرها غلو. واحد يجي مثلا ينكر رد الشمس. تارة يكون عنده بحث صغروي انه هذا عنده يعني مثلا لم يثبت بالادله الصحيحه وكذا زين هذا بمجال ولو انه ثبت ذلك بالادله المعتبره لكن واحد يجي يقول مستحيل هذا غلو في علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام هذا في توحيده خلل مثل ما واحد يقول مستحيل عيسى يحيي الاموات يصير ميت مات عيسى يحييه الله هو الذي يحيي الموتى كيف عيسى يأتي ويحيي الموتى هذا الإنسان الذي ينكر إحياء عيسى للأموات هذا في توحيد خلل لأن الذي يعتقد بقدرة الله وبحكمة الله لا يرى مانعا بأن الله سبحانه وتعالى يكرم عيسى بأن يعطي هذه القدرة أن يحيي الأموات بإذن الله سبحانه وتعالى ليس استقلالا بإذن الله الذي ينكر عصمة الرسول صلى الله عليه وآله هذا في توحيد خلل الذي ينكر عصمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام وينكر مقاماتهم هذا في توحيد خلل لذا الإمام عليه الصلاة والسلام علم الأئمة يرجعه إلى التوحيد لأنه إذا أنت عرفت التوحيد وعرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت صفات الله سبحانه وتعالى تعلم أن الأئمة لا بد أن يكونوا عالمين وعدم علم الأئمة هذا خلل في قدرة الله والعياذ بالله خلل في حكمته والعياذ بالله خلل في رحمته في رأفته والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك وهذا انزلاق مهم يجب على الانسان ان يقوي توحيده ويفهم التوحيد شنو هو ولذلك تشوف الرسول صلى الله عليه واله والائمه كانوا يركزون على التوحيد، خلي يكون توحيدك صحيح. اذا توحيدك صار صحيح بقيه الامور هم تصير صحيحه. اما اذا توحيدك صار في خلل سواء خلل مخرج عن المله يعني بالشرك والكفر أو خلل لا يخرج عن الملة وإنما منشأه الجهل فإذا صار هناك خلل كل العقائد الأخيرة يصير فيها خلل هذا مثل أساس البنيان أنت عندما تريد تبني بنيان لازم الأساس يكون سليم إذا الأساس فيه إشكال وخلل ولو خلل بسيط وإذا تشوف أنه الجدار طلع أعواج البناء فيه خلل يحتاج الى تهديم او بناء من جديد او يكون بناء مخطور في اقل زلزال ينهدم على اهله مثلا. اساس الدين التوحيد. لذا الرسول صلى الله عليه واله في اول كلمه كان يقولها للمشركين: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله اذا الانسان قالها عارفا بها. لذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في حديث سلسلة الذهب ماذا يقول؟ يقول حدثني أبي عن أبيه لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى هذا حديث قدسي أن الله قال في هذا الحديث القدسي كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي بشروطها وأنا من شروطها تقول أنا موحد لكن لا أعتقد بالرسول هذا مو توحيد هذا التوحيد أن تطيع الله سبحانه وتعالى والله عين لك محمدا رسولا له ما تعتقد به لا أحد يجبرك لا يكراه في الدين لكن سيكون مصير هذا الإنسان جهنم الله سبحانه وتعالى اختار علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام للإمامة يلزمك ان تؤمن بذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره يعني اذا انت تعتبر نفسك لك الاختيار في تعيين الانبياء او في تعيين اوصياء الانبياء فهذا شرك الله يخلق وانت تختار هذا ما له معنى هذا ليس من العقل حتى الله سبحانه وتعالى عين محمدا نبيا له لازم الناس يقبلون أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يختار ولذا حتى الإمام ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما طلبها لذريته الله سبحانه وتعالى اعتبرها عهدا له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي مو عهدهم قال لا ينال عهد الظالمين انظر إلى هذا الحديث قال كان المفضل عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له المفضل جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء يعني الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يأمر بإطاعة أولي الأمر ثم من هذا أولي الأمر فد واحد جاهل لا يعرف أي طرفيه أطول يصير هذا الشيء أصلا معقول من هذا أولي الأمر واحد لا يعرف خبر السماء لا يعرف أحكام الشريعة لا يعرف أحكام أخبار ما مضى شلون يجب إطاعته والحال أنه يمكن هذا الإنسان الجاهل أن يأمر بخلاف ما أنزل الله زين هذا أولي الأمر الجاهل حسب تفسير هؤلاء أي واحد أي بار أو فاجر سيطر على السلطة إذا أمر بخلاف مرضات الله كيف الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوه ويقول أطيعوني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا أولي الأمر أمرك بأن تريق الدم الحرام أمرك بأن ترتكب الموبقات زين الله يقول أطيعه ويقول أطيعني يصير تناقض في الآية وهل يعقل أن الآية تكون متناقضة؟ فإذا لا بد أن يكون أولي الأمر في هذه الآية المعصومون يكون معصوم يعني لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله أو نهى الله سبحانه وتعالى حتى ما يخطئ فضلا عن أن يعصي الله سبحانه وتعالى وأن يتعمد المعصية يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء يعني الخبر النازل من السماء هسه علم الحلال والحرام ما كان وما يكون وما إلى ذلك بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. زين تبيان لكل شيء يعني كل شيء في القرآن موجود في ظهره وفي بطنه. زين واحد الله يأمر بطاعته وهو جاهل بالقرآن. يعقل ذلك؟ قال لا الإمام الصادق قال لا. لا يمكن ان يفرض الله طاعة عبد على العباد ومع ذلك يحجب عنه خبر السماء قال لا الله أكرم وارحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء هنا الإمام لم يذكر القدرة لأن قدرة الله مسلمة جميع المسلمون يقبلو يقبلونها ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يعني الله قادر يعني تقول لمسلم الله قادر أن يعطي العلم لشخص من الأشخاص أي مسلم يجيبك بنعم لكن يخفى عليه هذه المسألة أن الله يأمر بطاعة شخص ويفضله ولكن مع ذلك يكون هذا الشخص جاهل والله سبحانه وتعالى كريم يتمكن من أن يمنحه العلم هذا كرم بالنسبة إلى نفس هذا الولي وكرم بالنسبة إلى الذين يكون هذا الولي مسيطرًا عليهم وحاكمًا عليهم إن الله أكرم وارحم وارأف. الرحمة عامة، الرأفة خاصة. شدة الرحمة والرحمة الناشئة عن المحبة، حتى بالنسبة إلى الكفار. الله سبحانه وتعالى له رحمة، لذا نقول الرحمن الرحيم، شنو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن يعني ذو الرحمة العامة للجميع. الان الكفار الموجودون حتى المعاندين منهم هؤلاء يتمتعون بنعم الله سبحانه وتعالى ام لا؟ نعم يتمتعون بنعم الله، هذه رحمه من الله لهم. الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون الى اخر الايه. في الدنيا رحمه الله واسعه. ليس فقط للكفار. كل شيء حتى الحيوانات الله سبحانه وتعالى يرحمهم زين هاي رحمه عامه يعني اذا كان النبي او اذا كان الامام هذا عالما هذا رحمه للبشريه رحمه للوجود وأيضا وأرأف يعني رح رحمة للمؤمنين وشدة رحمة للمؤمنين ناشئة عن حب الله سبحانه وتعالى لهم الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عن خبر السماء صباحا ومساء هذا عبد الإمام يؤكد عبد لا تغلو فيه لا تصير مثل النصارى شافوا معاجز عيسى فورا غلوا فيه، لا هذا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، لذا نحن في التشهد نقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عبودية عبودية محمد صلى الله عليه واله وقدم على رسالته، عبد انعم الله عليه. كعيسى عليه السلام اول كلمة نطقها وهو في المهد قال اني عبد الله اتاني الكتاب، زين هو عبد هو بشر تركيبته بشريه لكن تركيبته البشريه لا تنافي اصطفاء الله سبحانه لا تنافي اصطفاء الله سبحانه وتعالى له لا تنافي عصمته لان هذا تفضيل العصمه لا تخرجه عن البشريه، لا تجعله ملكا لا هو بشر أنعم الله عليه بالعصمة، لا تخرجه عن العلم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى له أو ألهمه أو علمه عبر واسطة أخرى، بشريته لا تنافي ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الله سبحانه وتعالى أكرم وأرأف وأرحم بعباده وهو قادر على ذلك فلذا بمقتضى الحكمه يعمل لانه حكيم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه بمقامات اوليائه الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.